اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 1 يتكلم عن the threat environment، يعني بيتكلم عن البيئة نفسها وإيش التهديدات اللي ممكن تكون موجودة فيها. مقسم الشابتر إلى 7 أقسام. القسم الأول introduction and terminology، فقط مصطلحات ومسميات عامة. the threat environment يتكون من جزئين، أول شيء نوع المهاجمين types of attackers، والشيء الثاني نفس عملية الهجوم أو الأتاكس اللي تحصل ضد الشركة. Defender's Dilemma، هذه مشكلة الدفاع. إيش هي مشكلة المدافعين دائما؟ أنه دائما الدفاع أصعب من الهجوم. المدافع لازم يقفل كل الثغرات، المهاجم يحتاج فقط غلطة واحدة أو ثغرة واحدة ويدخل منها. فمهما أنت بذل جهد، أحياناً تنسى شغلة بسيطة تنتهي كل القصة. Social Engineering، في مكالمة تليفون يأخذ اليوزر الباسورد حق شخص. فمهما أنت بذل جهود أحياناً كمدافع، أي خطأ ينهي لك الموضوع. زي بداية أي chapters أو أي كتاب يتكلم عن Security، CIA Triad، Confidentiality، Integrity and Availability، سرية البيانات. يعني أعتقد أنه صار مفهوم بالنسبة لنا. بس هنا لاحظ أنه هو تكلم عن حالتين من حالات وجود البيانات، أنه هو يبغى يحمي سرية البيانات والوصول لها إذا كانت داخل الكمبيوتر أو أثناء انتقالها Traveling across the network. درسنا نحن من المواد الماضية كمان إنه البيانات لها 3 حالات دائما، إما تكون الداتا in storage أو الداتا in processing أو تكون in transmission أو داتا in transit يسموها، أثناء انتقالها من جهاز إلى جهاز آخر عبر الشبكة. فهذه 3 أماكن اللي أنت تحاول دائما تحمي فيها البيانات، تتأكد إنها تكون موجودة بشكل آمن confidential. Integrity، storage، processing، وش الثالثة؟ storage، processing، transmission. Integrity يترجموها في بعض العرب التكاملية، بس أنا أشوف إنه ترجمتها السلامة أو النزاهة، ترجمة أكثر دقة. نزاهة البيانات أو سلامتها من أي تعديل غير مصرح فيه. Integrity means that attackers cannot change or destroy، لا يقدر يدمرها ولا يغيرها the information، طبعا سواء كانت في الكمبيوتر نفسه أو أثناء traveling أو transmission over the network، أو على الأقل، لاحظ الجملة الاعتراضية في الأسفل، إنك على الأقل to detect أو can detect إنه حصل في تغيير. لما يحطوا مثلا هاش للمسج، الطرف الثاني يقدر يكون الهاش، إذا طلع نفس الهاش يعرف إنه الرسالة ما تغيرت، إذا تغير الهاش يعرف إنه في حصل تغيير في الطريق، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يكون الهاش بالكي أو الباس فريز المشتركة ما بين المستقبل والمرسل. إذا ميدل مان، ها هذه كيف أبو حسين؟ يعني مثلا أنا وياك نتفق على باسورد معين، نص معين، مفتاح معين، بدل ما أسميه باسورد أسميه كي، مفتاح عبارة عن أرقام كثيرة كذا أو حروف وأرقام كذا، نص مثلا 200 حرف. فأبغى أرسل لك أي رسالة، أخذ الرسالة هذه أضيف لها الكي وأدخلها إلى هاش ألغوريثم مثلا SHA2 أو SHA3، يطلع توقيع معين، هاش معين، أرسل لك الرسالة وأرسل معها الهاش اللي طلع، مكشوف الرسالة والهاش مكشوف، بس المفتاح مشترك ما بيننا، تبادلناه بطريقة آمنة مسبقا. أنت تستلم الرسالة وتستلم الهاش، الكي عندك، تضيفه إلى الرسالة بنفس الطريقة وتحسب الهاش عن طريق جهازك أنت. إذا طلع الهاش الناتج مساوي للهاش اللي أنا أرسلته لك، معناته الرسالة ما تغيرت في الطريق. صحيح صح. إذا تغير فيها بت واحد، ما حقول بايت، البايت 8 بتات which is too much،
إذا تغير بت واحد فلن تحصل على نفس الهاش فاليو، وبالتالي الرسالة في الوسط حصل لها تعديل، وهذا يتكلم عن الانتجريتي. هذه وظيفة الانتجريتي. فأتليست أنت you can detect، تقدر تعرف أنه حصل تغيير، وكمان يكون عندك القدرة على أنك تعمل ريستور في حال كانت الرسالة destroyed. هذه كل النقاط اللي تخطر في بالك وقت ما تتكلم عن integrity. أخيرا availability أو وجود البيانات للأشخاص المصرح لهم. نحاول نضمن دائما أنه أي authorized person يكون not prevented، ما يتم منعه من الوصول إلى البيانات. يعني نقاط سهلة. إيش معنى كلمة compromise؟ لاحظ هذا القسم 1.1 بيتكلم عن terminology، عن مصطلحات. في مجال السكيورتي لما نقول حصل compromisation، فنحن نقصد إنه حصل successful attack، إنه حصلت عملية هجوم ناجحة. ولها عبارات أخرى، ممكن يقول عندنا incident، يعني عندنا هجوم ناجح. عندنا breach، هذا اختراق. compromise يعني هو هجوم كذلك. أو exploit، استطاع أنه ينفذ الهجوم. كل هذه الكلمات مرادفة لكلمة compromise اللي هي تعني successful attack. countermeasures، لما نقول عندنا countermeasures يعني عندنا controls أو safeguards أو protections، عندنا حماية، عندنا خطوات عملناها لتقليص أو لإحباط أو لإعاقة الهجوم. عشان كذا هو قال إنه counter measures معناها tools used to thwart أو thwart attacks، الأدوات. أبو حسين، ال tools ال counter measures مو بيسمونها ال incident response؟ أنا أظن الله أعلم. ال incident لا، بس لا incident response هذا بعد الهجوم، بعد ما حصل الهجوم. لكن تتكلم عن counter measures هي ال controls اللي أنت عملتها مسبقا لتحب إحباط وإعاقة هذا الهجوم. صح، يعني صحيح، بعد ما يصير الهجوم يجي الانسيدنت ريسبونس. بالضبط. فلما يكون عندك safeguards، يعني أنت عملت firewall وعطيته الرولز المناسبة، عملت intrusion detection system، عملت الأدوات تبع كل البروتكشنز طبقتها، فهذه counter measures للأتاكس اللي أنت تتوقعها في الريسك assessment تبعك. واضح. types of countermeasures، إما تكون preventive أو preventative زي ما هو سماها، أو detective أو corrective. لما نتكلم عن preventative إحنا نتكلم عن المنع. countermeasures هدفها منع تماما إنه يحصل أي نوع من أنواع الاختراق عن طريق هذه الأدوات. detective وظيفتها إنها في حال حصل محاولة سكانينج مثلاً زي الانتروجين ديتكشن، أغلب شغله بالضبط، أغلب شغله على السكانينج، يحاول يعرف إذا في أحد قاعد يحاول يشيك على الشبكة، يحاول يعمل بحث على، فهو يصيده على طول ويعطيك إشارة. كوركتيف عملية التصحيح في حال عمل ديستروي مثلاً، يسترجع باك أب، يعمل كذا، فهو يصحح. أيوة. يصحح الأمور اللي حاصلة من الهجوم. أوكي، هنا دخل على سوني كوربوريشن، شركة سوني. هذا زي كأنه كيس ستدي، لكنه مهم جدا لنا كطلاب سيكوريتي أو ناس نتعلم في أمن المعلومات. ليش؟ لأنه شركة سوني في 2011 حصل لها اختراق تسبب في أنه 77 مليون أكاونت تتسرب معلوماتهم بالكامل. الاختراق كان سيكوال انجكشن، وحنشوف بعد شوية مثال للسيكوال انجكشن. واضطر سي او تبع شركة سوني انه يقدم بابليك ابولوجي، طلع على التلفزيون وانحنى اعتذارا لل 77 مليون انسان اللي تعرضت ارقام الكريدت تبعهم وهواتفهم وكل تفاصيلهم الى السرقة. اتهمت أنونيموس، مجموعة أنونيموس اتهمت بأنها هي
اللي نفذت هذا الهجوم، لكن إلى الآن ما في شيء نهائي. طبعا تسبب هذا الهجوم بإغلاق الأكسس للبلاي ستيشن نتورك لفترة زمنية كذا عدة أيام، وبعد كذا قفلوا الثغرة وانتهت. بعدها بفترة بسيطة حصل هجوم ثاني كذلك سيكول انجكشن، وانكشفت معلومات عدد آخر من الناس حوالي 24 مليون وبونت. يا ساتر. أي والله أعلم. أي نعم. وهنا بدأ السي او هذا يتخاطب مع الكونغرس الأمريكي لأنه يبغوا يوصلوا لحل نهائي يعني خلاص. فأعطوهم خطوات معينة لمنع الهجوم من نفس هذا النوع مستقبلا. حصل هجوم ثالث كمان بعدها بشهر يمكن، كذلك كان سيكول انجكشن، لكن هذه المرة طلعت مجموعة اسمها لولز سيك وقالوا نحن اللي نفذنا هذا الهجوم. هذه المرة عدد التسريب كان أقل، حوالي مليون بس، مليون أكاونت. ولول ستيك هذول كتبوا بيان يعتبر بريس ستيتمنت يعني زي البيان الصحفي، وأعلنوا فيه أنه هم اللي استطاعوا يعملوا كذا كذا وسربوا over 1 million users personal information including passwords, email addresses, home addresses, dates of birth and all Sony opt-in data associated with their accounts. وبرضو صارت يعني مشكلة كبيرة. طب إيش هو SQL injection هذا اللي مسبب كل هذه المشاكل؟ تعريفه بحسب هذا الكتاب يقول إنه عبارة عن هجوم أو attack that involved sending modified SQL statement to the web application that will in turn modify the database. طبيعي كل المبرمجين لما يتعاملوا مع قواعد البيانات يكتبوا تعليمات SQL. تعليمات SQL هذه إذا استطاع الهاكر أنه يعدل عليها فهو بالتالي ماخذ صلاحياتك في الوصول للداتابيس لتنفيذ كود غير اللي أنت تقصده. أنت ما راح تكتب كمبرمج مثلا كود مؤذي، فهو إذا قدر يعدل على الأوامر تبعك اللي أنت كتبتها راح يعدل على الداتابيس تبعك، سواء يكشف بيانات أو يحصل عليها أو يمسحها أو يسوي أي شيء، لأنه فعليا أيوة وصل للداتابيس خلاص. هذه خطورة سيكول انجكشن، أنه هو وصل للداتابيس عن بعد، هو يعتبر الأخطر. أنا أشوفه حسب صحيح اللي تعلمناه، أيه هو يعتبر الأخطر. فهنا أعاد صياغة تعريف سيكول انجكشن بعبارة أخرى، قال attackers can send unexpected input. لاحظ هنا فوق قال modified SQL أو SQL statements، هنا اعتبروا كمان unexpected input لأنه هو بيانات مدخلة غير اللي أنت كمبرمج متوقعها، وبالتالي راح تحاول تتسبب هذه البيانات إما بالقراءة read from أو write to or even delete entire databases. هذا مثال، يكون عندك ويب سايت يطلب منك تدخل اليوزر نيم والباسورد، اكتب اليوزر كذا كذا الباسورد كذا كذا. المبرمج ايش بيسوي في الاخير؟ بياخذ هذا الفاريبل وهذا في فاريبل، ياخذها في متغيرات. عنده مثلا select star from users where username يساوي فلان and password يساوي فلان، فياخذ الفاليوز اللي انت كتبتها ويسقطها هنا. هذا الطبيعي صح؟ هذا legitimate لوجين. الشخص العادي كتب يوزر نيم باسورد عادي، ضغط انتر، المبرمج بياخذ هذه القيم او الفاليوز اللي انكتبت وبيسقطها في الاماكن المناسبه لها في عباره الاس كيو ال. المهاجم ايش بيسوي؟ المهاجم بيعرف مثلا انه من خصائص اس كيو ال انه علامه ناقص ناقص اللي يجي بعدها يعتبر ايش؟ كومنت. واضح؟ فهو إيش يبغى يسوي؟ يبغى يقفل الستيتمنت اللي هنا. بس قوة تيبر. أي شوف، كتب اليوزر نيم طبيعي، باسورد كلمة whatever، بعدين عمل الأبوستروف هذه أو يسموها كوت.
ليش؟ لأنه لما يجي هنا في النص يكتب whatever لازم يقفل الجملة، فالكوت اللي هو كتبها تقفل الكوت الافتتاحي. بعدها كتب or one يساوي one. طب إذا عندك باسورد كذا أو one يساوي one، الرابط or يرجع true دائما، فراح يعمل لوجن بهذا الشخص بدون ما يكون عارف الباسورد. إيه. وبالتالي دخل بصلاحيات بويل 02 بما أنه عمل هذا النص. لاحظ ليش حط الداش داش؟ عشان يقفل أي شيء جاي بعدها. أنت لسه مسوي، يعني شوف لاحظ أنت هنا لسه مسوي الكوت الأخير، هو يحط قبله داش داش عشان هذا الكوت ما يصير مشكلة، ما يصير خطأ لغوي. البويل هذه تستخدم قبل ولا بس؟ لا لا لا، هذا مجرد اسم، مجرد اسم. أوكي. ممكن يكون administrator، ممكن يكون أحمد، مجرد أي اسم. أوكي. أي يوزر نيم تبغى تدخل عن طريق، تصير كأنك أنت هذا اليوزر. إذا سويت حركة مشابهة لهذه فأنت بالتالي حقنت الـ SQL بطريقة أنه هو يعديك، خلاص يتركك تعدي. بس اليوزر نيم المهم، الباسورد ما عاد صار مهم، اكتب اي باسورد وحتبه. اي باسورد يمشي معك صح، لانه واحد يساوي واحد حيرجع ترو، والرابط ما بينها اور حيعطيك ترو دائما. ترو anyways بالضبط، هذا will always return a true value. وبالتالي انت تكون دخلت على الويب سايت بحساب شخص اخر رغم انك انت ما تعرف الباسورد. بس الشخص هذا يعني ممكن يكون شخص عادي او شخص مثلا عنده صلاحيات اعلى غير اليوزر، جرب روت، جرب جرب كذا، جرب كذا. فبهذه الطريقة إلا ما توصل، أو مثلا تبحث في الويب سايت حقهم تشوف إيميلات السي اي او وإيميلات هذا، تعرف زي كذا عملية يعني بهذه الطريقة. قصة طويلة، لكن الفكرة الرئيسية للسيكول انجكشن هي بالنمط اللي احنا تكلمنا عنه الآن، يمكنك من إما يعني عدل هو على الداتابيس فعليا الآن، دخل بدون يعرف الباسورد. أيوة. وممكن يكتب أوامر مثلا delete from table كذا، يحذف كل البيانات اللي في الداتابيس، ما عنده مشكلة طالما هو قادر أنه يعرف هذا الشكل. تمام، لذلك مصيبة. أي نعم. طيب يعني هنا سلايد مش مهم يتكلم عن الهجوم هذا اللي حصل، وهنا سلايد كمان يتكلم عن خسائر اللي خسرتها سوني. سوني ترى دائما تتهكر الشركة مسكينة يا أخي. بعد تذكر أنت الفيلم اللي سووه عن كيم جونغ حق كوريا الشمالية؟ لا والله ما شفته. في فيلم يا أخي مضحك لا يفوتك، بجيب لك اسمه. بعد ما سووا الفيلم ورضوه في السينما تهكرت شركة سوني، لأن هي داخلة في هي المنتج أو شيء. أي والله حاسوهم حوس. طيب خلينا نحاول اختصر عشان بس التسجيل. أي والله تمام، لأنه هذا التسجيل الآن ممكن قبل الاختبار الواحد يرجع يشغله كذا ويذاكر. بالضبط. أيوة. فمن الخسائر مثلا إنه سوني عملت سنة one year of free identify theft services، عملت خدمات مجانا لمدة سنة. One month of free gaming، أعطت الناس سنة من الألعاب المجانية، شهر وفيو free games زي كذا، يعني حاولوا يعوضوا الناس. ودفعوا حوالي 395,000 دولار. ليش؟ لأنه حكم عليهم قضائيا في بريطانيا بأنه security measures أو controls اللي عملوها هم ما كانت كافية، not good enough. فهم متهمين بالتقصير الآن. لاحظ أنه هذا الشيء مو أنت ضحية هجوم يعني خلاص، لا، ممكن أنت إذا مقصر في حماية نفسك فأنت سببت بالأذى للناس. طبعا خسروا تقديريا 171 مليون دولار بسبب هذه الهجمات. أما الريبيوتيشن أو خسائر السمعة اللي خسرتها سوني في وقتها فهي غير قابلة للتقدير، ما حد يعرف. ففقط مو فقط الخسائر المادية، كذلك خسائر في السمعة وفي إقبال الناس على
هذه الشركة. انتهينا من 1.1. الجزء الآخر يتكلم عن employee and ex-employee threats. هنا التهديدات من موظفينك أو موظفينك السابقين اللي يتركوا العمل عندك. ليش هذا الموظف خطير؟ خطورة الموظف ملخصة في الأربع نقاط هذه. They have knowledge of internal systems. الموظف يعرف أنظمتك الداخلية، يعرف الأجهزة، يعرف الـ operating systems، السيرفرات، يعرف أي تفاصيل داخل هذه الشبكة الشخص اللي في الخارج ما يعرفها. They often have the permission to access systems. عادة عندهم صلاحيات يتحركوا براحة أكبر بكثير من المهاجم الخارجي. They often know how to avoid detection. طالما هو شخص في الداخل فهو يعرف كيف يراوغ أو يبتعد عن الاكتشاف. أخيرا تعاملنا إحنا كبشر مع الموظف في الغالب يكون على مبني على الثقة، لأنه هو مصدر رزقه هذا المكان، فما حيجي يأذي المكان اللي يتسبب له بالرزق. لكن في بعض الحالات يخون هذا الموظف هذا المكان بهذا الشكل. طبعا مين الحبايب حقنا؟ احنا الاي تي، جماعه الاي تي and especially IT security professionals are the greatest employee threat. ليش؟ لانه في جمله لاتينيه كيو كاستوديت كاستودز ترجمتها في حاميه حراميها، اي يعني هو الجارد ذا جارد. مين راح يحرس الحراس؟ هم الحراس، اذا هم بيسرقوك خلاص. فكذا لذلك الاي تي سكيورتي او موظفين الاي تي بشكل عام هم the greatest employee threat، هم اخطر شيء. اوكي، يبغى يتكلم هنا عن تهديدات الامبلويز وقسمها تقريبا الى 7 أو 8 نقاط راح نعدي عليها باختصار. employee sabotage، كلمة سابوتاج معناها تخريب أو تدمير. destruction of hardware, software or data. الموظف يجي يحاول أنه يفسد هذه البيانات أو الهاردوير أو البرامج، إذا دمرها لك فهذا يصنف على أنه employee sabotaging. plant time bomb or logic bomb on computer. time bomb يعني برنامج خبيث يشتغل في وقت معين. طالما هذا موظف موجود عندك داخل النتورك فهو يقدر يزرع هذا البرنامج. logic bomb برضو برنامج خبيث لكنه يشتغل إذا حدث شيء معين، يعني قيمة صارت ترو، يعني ما هي مرتبطة بالزمن، مرتبطة باللوجيك. هي في الأخير نفس الشيء لكن إما تايم بومب أو لوجيك بومب. مثلا واحد بيترك العمل خلاص ومسافر نهائي برا البلد، فيضبط البرنامج إنه يدمر كل حاجة بعد يوم مثلا أو بعد ساعات من خروجه من البلد مثلا، فهذا يسموه تايم بومب. بهذه الطريقة لوجيك بومب إذا صار شيء معين مثلا يوزر مثلا عمل كذا يعني يتصرف بحسب. هذا النوع الأول employee sabotaging، فلازم إذا تكلمنا عنه نتذكر التدمير باستخدام التايم بومب مثلا أو اللوجيك بومب، لأنه مو شرط أنت تقول طب موظف بيكسر شيء يعني بيمسك أو يعني بيتحاسب، ممكن يكون خرج واستخدم تايم بومب أو لوجيك بومب. employee hacking، الاختراق من الداخل، يسمونهم insiders. حتى الامبلويز دائما اذا صاروا مهاجمين يسموهم انسايدرز، لانهم من داخل المنشاه قاعدين يحاولوا يعملوا اذيه. hacking is intentionally accessing a computer resource without authorization or in excess of authorization. مهم جدا انك تعرف انها intentionally، يعني هو يقصد انه يعمل اكسس بشكل غير مصرح فيه لجهاز معين. او in excess، ايش يعني in excess؟ يعني انت اعطيته صلاحيه معينه لكن هو استطاع ان يتجاوزها.
ادخل على الجهاز حقي مثلا جيب كذا كذا مثلا، فهو ما عمل الشيء اللي انت طلبته منه، فقط بدأ يحاول يوصل لأشياء ثانية طالما الصلاحية موجودة، فبيحاول يزيد عليها. فهنا authorization is the key، يعني إذا كان مصرح له فهذا لا يعتبر hacking، أما في حال ما كان مصرح له فهذا يعتبر. هي الوايت هات والريد هات؟ لا هنا ما في بلاك، هذا أو بلا يرضون ليه صح طبعا مجرم. أوكي employee financial theft، لاحظ أنه هنا قاعد بيسرق هذا الموظف، لكن بيسرق إيش؟ فلوس. فهو اعتبر الفاينانشال ثيفت ينقسم إلى نوعين، إما misappropriation of assets، misappropriation ترجمتها اختلاس، يسرق بعض الأصول هاردوير، لابتوبات، هارد درايف، CDs، whatever، سرقة هذه الأصول، CDs قد يكون فيها معلومات مهمة طبعا، يعتبر اختلاس misappropriation. أو theft of money، ممكن يكون سرقة مالية مباشرة. فكل هذه من تهديدات financial theft. Employee theft of intellectual property IP. Intellectual property يعني حقوق ملكية. فأي أمور عليها copyrights أو براءات اختراع patents، هذه عادة محمية بالقانون. لكن في شيء ثاني اسمه trade secrets، وفي كثير من الأحيان ما يكون واضح، يمكن لا للموظف ولا للشركة إيش هي التفاصيل تبع trade secrets. أسرار التجارية، الخطط أو product formulations، business processes and other info that a company wishes to keep secret from competitors. فاللي بيحصل إنه هذا الموظف بيسرق هذه التفاصيل وبيروح يستخدمها في مكان آخر. Employee extortion، ابتزاز. الموظف هذا صار يبتز. Perpetrators أو المجرمين يعني tries to obtain money or other goods by threatening to take actions that would be against the victim's interest. إذا حصل هذا الابتزاز هو بيهدد، يا تدفع لي يا إما أفضح مثلا أسرار معينة. Sexual or racial harassment of other employees عبر الإيميل أو عبر البوروغرافيك ماتيريال، يعني موظف ماسك على موظف أشياء فيبدأ يهددهم فيها. ومن هذا الكلام أحيانا في البيئات المختلطة، واحد يعرف واحدة كذا كذا، تحصل بعض الأمور، فهذه بعد كذا تأخذ منح آخر وتبدأ تدخل في الجريمة وفي التهديد وفي الابتزاز وما إلى ذلك. راشل يعني العرق، يعني أسمر وأبيض ومدريش والأشياء هذه. إنترنت أبيوز، وهذا شائع جدا جدا جدا. أنت تعطي موظفينك في الشركة اتصال بالإنترنت فتلاقيه قاعد يحمل بورنوغرافي مثلا، أو يعمل داونلود لبايريتد سوفتوير، يبغى الأوفيس يحمل نسخة كوبي من النت، يسمع أغاني، يسمع، يحمل أفلام من بوب كورن، من تورنت، من كذا، قاعد بياخذ أشياء فيها كوبي رايت، وبالتالي عليها كوبي رايت، عليها حقوق محمية، ممكن تقود فيما بعد إلى كوبي رايت فيوليشن بنالتيز على المنشأ. يعني الشركة كلها بتتورط إنه أنت كيف تستحمل برامج مسروقة، والله أنا ما أدري الموظف هو اللي حملها في جهازه ومن هذا الكلام. Excessive personal use، أحياناً تلاقي هذا الموظف طول النهار على اليوتيوب، على فيسبوك، على تويتر، على كذا، قاعد طول النهار بيضيع وقت الدوام على الأسهم. يعني مو شرط يكون personal، هو في الأخير personal use، قاعد بيستخدمها لأغراضه الشخصية وليس لأغراض العمل. فهذا كله internet abuse. أنا أتذكر في واحدة من الشركات لاحظوا إنترنت أبيوز، فقرروا لاحظوا إنه فيه يعني personal use بالذات، إنه الشباب قاعدين بيدخلوا على تويتر، على فيسبوك، على كذا، فقرروا يركبوا ايزي سيرفر ويعملوا فلتر لكل
المواقع المسموحة والمواقع الغير. قفلوا اليوتيوب، قفلوا فيسبوك، قفلوا تويتر، قفلوا كل شيء. وش السيرفر أبو حسين؟ ايزا سيرفر، برنامج أوكي. على ويندوز. أوكي. تقدر أنت تعمل بلوك لبعض المواقع، المواقع صح. حتى يوتيوب. تقدر تقفل سكايب، تقدر تقفل بعض الأشياء، برامج أيوة، يحاولوا أنهم يعملوا بلوك عشان يصير فيه كنترول. فراح تسبب بشيء ثاني، صاروا الشباب إيش يسووا؟ يركبوا كسر بروكسي، في بي ان، وهوت سبوت واشياء زي كذا. وبعد ما كانوا يدخلوا على تويتر ويوتيوب صاروا يدخلوا بورنوغرافي، طالما صار الشبكة مفتوحة طب انت في الدوام خلاص ما مفتوح قدامه جهاز يتسلم. فاحيانا القرارات الإدارية عشان تبى تضبط شيء تروح تتسبب بشيء ثاني. فدائما حاول تكون عادل في محاسبة الموظفين في هذا المجال، عشان ما تدور في حرقة مفرغة بالشكل هذا. أوكي. كارلسنس آخر ثريت، الإهمال، عدم الاهتمام. تلاقي الموظف مو مهتم، كاتب الباسورد حقه مثلا ومعلقه في ستيكي نوت على الجهاز، أجهزته مكشوفة، ما هو يعني بيتصرف تصرفات ما تكون حريصة، مكتبه مفتوح. فهذا يتسبب أو يقود إلى فقدان أو loss or theft، سرقة computers or data media containing sensitive information. قد يكون other internal attackers, contract workers أو workers in contracting companies. في بعض الأحيان ما يكون موظف دائم، يكون هو موظف متعاقد أو موظف يعمل مع شركة أنت متعاقد معها. فهذول كذلك يسببون نفس التهديدات السابقة لأنهم دخلوا إلى داخل المنشأة. 1.3 القسم الثالث، مالوير. ما معنى كلمة مالوير؟ malicious software. نحن عارفين أن مالوير مكونة من هذه الكلمتين، malicious software يعني برمجيات خبيثة. أعطاها هنا a generic name of any evil software، يعني برمجيات شريرة شيطانية whatever. أول نوع وأشهر نوع هو الفيروسات، وهي من أقدم البرمجيات الخبيثة. برمجة الفيروسات، الفيروسات دائما شوف أنا حطيت على كلمة attach بالأحمر، لأنه دائما لما يجيك في السؤال ما معنى أو يعني يعطيك بعض المواصفات، بعدين يقول لك هل هذا فيروس ولا ورم ولا تروجن، يعطيك خيارات معينة. الفيروس دائما attach themselves to legitimate program. الفيروس لا يعمل بشكل مستقل، يلصق نفسه ببرنامج معين. تجي أنت تشغل هذا البرنامج لنفترض بصلاحيات عالية، فالفيروس يحصل على هذه الصلاحيات. طالما شغلت هذا البرنامج كمسؤول كأدمينستريتور، الفيروس صار أدمينستريتور. شغلته بليميتد يو أكاونت، الفيروس حيشتغل في حدود الأكاونت اللي انت شغلت فيه هذا البرنامج. فهو يلصق نفسه دائما بلجيتمت بروجرام، وبالتالي يشتغل بصلاحياته. سبريد توداي برايمرلي باي إيميل، ينتشر أكثر شيء أو بشكل أساسي عبر الإيميل، وكذلك إنستنت مسجين، فايل ترانسفيرز، ETC. I love you virus. الديدان، الديدان full programs. هذا الفرق بينها وبين الفيروسات، إنها برنامج كامل. الورم not attach themselves to other programs like viruses. وهم برضو ينتشرون عبر الإيميل والإنستنت مسجين والفايل ترانسفيرز، نفس الأدوات. In addition، الديدان عندها خاصية direct propagation. إيش معنى direct propagation؟ في حال كان هذا الكمبيوتر في ثغرة معينة، في vulnerability في الشبكة في network مثلا، فتستطيع البرمجيات المبنية على بطريقة الديدان إنها jump from one computer to another without human intervention، بدون تدخل بشري، تنتقل في network. فإذا أصيب جهاز واحد في الشبكة عندك وكان فيه vulnerability في الشبكة، لسه vulnerability هذه ما هي مقفلة، تستطيع الديدان هذه تستغل هذا vulnerability وتنتقل
ما بين الأجهزة مباشرة، وهذا سبب خطورتها أنها spread extremely and rapidly، في لحظة بسيطة تلاقي النتورك تعبت. فهمت كيف؟ بينما الفيروس يتطلب أنك أنت يعني تعمل داونلود، يعني ما ينتقل أوتوماتيك كذا عبر الشبكة. طيب، في تهديدات يسموها blended threats، وهذه يكون فيها عدة أنواع، يعني malware propagates in several ways like worms, viruses, compromised web pages containing mobile code, etc. فهذا التهديد المخلوط أو blended يسموه بهذه الطريقة. Payloads، إيش معنى payload؟ لما تدرس network تعرف أن payload هو جزء من البيانات اللي يتم إرسالها في المسج، لكن في أمن المعلومات يتكلموا عن البيلودز بطريقة مختلفة. لما أنت تكتب فيروس مثلاً، أو شخص يكتب يعمل فيروس أو وورم أو كذا، فهو حيقضي جزء من الوقت يكتب الكود اللازم لانتقال هذا الفيروس أو إصابة الجهاز أو انتقاله من جهاز إلى آخر أو كذا. طيب، إذا الفيروس انتقل، لما يبدأ ينفذ الشفرة الخبيثة المكتوبة فيه، هذه الشفرة الخبيثة أو الكود الخبيث هو اللي يسموه payload. Pieces of code that do damage، هذا الجزء من الكود اللي ينفذ الضرر، يعمل delete، يعمل كذا، يحاول يدمر، يحاول، هذا الجزء هو المسؤول عن التدمير أو الإضرار، damaging، هو اللي نسميه payload. لأن الدودة أو الفيروس يعني بيكون له عدة، يعني الكود بيكون بيحاول أنه يعمل propagation، بيحاول أنه ينتقل، يحمي نفسه، يغطي نفسه، فهذا كله ما له علاقة بالبيلود. جزئية البيلود هي اللي تقوم بعملية damaging أو الإضرار. Implemented by viruses and worms after propagation. Propagation، الانتقال عبر الشبكة مثلاً، بعد ما وصلت إلى الجهاز، يلا تبى تنفذ الآن الأذية، تبى تنفذ malicious code، فهنا بنسميها payload. Malicious payloads are designed to do heavy damage. Okay، جملة. طيب، عندنا malwares يسموها non-mobile malware. فكرة هذا non-mobile malware أنه لا ينتقل إلى الكمبيوتر بشكل تلقائي، وإنما يحتاج إلى واحدة من الأفكار التالية. ويقول لك إنه ما سؤال، معلش اتفضل. الـ SQL injection هل هو يعتبر من ضمن الـ مثلاً payload أو الـ SQL injection؟ أنا أعتقد إنه ما يعتبر هو شيء زي كذا، لأنه هو شيء مستقل يعني. أي، هو خطأ برمجي صار، يعني المبرمج ما كان ماخذ الاحتياطات الكافية فتم عمل SQL injection. لكن هنا هذا بيحاول انه يغلف برنامج معين ويرسله لك بعدة طرق، بمجرد وصول هذا البرنامج الى جهازك يبدأ ينفذ. صحيح. فهنا non-mobile malware، لما يقول لك في السؤال non-mobile malware، لازم تعرف انه هذه must be placed on the user computer through one of growing number of attacks techniques، مثل إيش؟ by hackers، واحد يخترق جهازك ويحط لك ملف داخل الجهاز. By virus or worm، لما تجي تنفذ البيلود تبعها. The victim can be enticed. إيش يعني enticed؟ enticed الله. يعني يتم إغواؤه أو إغراؤه أنه يعمل داونلود لبرنامج أو ويب سايت أو كذا، ما يكون يعني هو يوزر عادي، يطلع له فجأة بوب أب إعلان كذا، خذ كذا 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 مجانا، لعبة فلانية، شيء فلاني، فهذا الانتايسمنت أو هذه عملية الإغراء إنه تعال خذ، فهو بيتبع بيضغط كتاب مثلا. طلاب الجامعة دائما يدوروا عن كتب، فتدخل أنت تقعد تدور في بعض الويب سايتس، هذا يقول لك خذ البي دي اف، هذا فري، هذا المدري، تلاقي فجأة يحمل لك EXE files، تعمل كليك أنت بتحمل الكتاب اللي هو قاعد يقول لك خذ، يتحمل عندك executable file. بعض الناس ما عندهم الوعي الكافي، يعمل double click يشغله،
وبالتالي يصاب جهازه بنون موبايل مالوير. اوكي، موبايل كود اكسكيوتد اون ا ويب بيج كان داونلود ذا نون موبايل مالوير. عندنا نون موبايل لكن احيانا باستخدام موبايل كود. الموبايل كود حيجي بعد شويه، تدخل على ويب سايت معين في الخلفيه قاعد هو بينفذ كود بدون ما انت تدري. قد يكون هذا الكود جزء منه انه يعمل لك داونلود لنون موبايل كود. اوكي، تروجن هورسز صارت معروفه، يمكن فيلم اسمه تروي 2004 من اشهر الافلام اللي تكلمت عن فكرة التروجن. الفيلم جميل جدا. فكرة التروجن القصة يعني قديمة، ونفس قصة الفيلم هذا، انه قرية او مدينة كانت محصنة تحصين شديد جدا، ما استطاع الجيش العدو انه يقتحمها، ما قدر يتجاوز الاسوار، كل محاولات الهجوم يتم صدها. ففكروا في الاخير فانهم يعملوا حيلة، فقدموا صنم ضخم جدا مصنوع من الخشب على شكل حصان، والجيش انسحب. فخرجوا أهل المدينة، لقوا هذا الحصان الخشبي، فهموا أنه هذا عبارة عن اعتذار أو انتصار إلهي whatever you name it. فقاموا بسحب هذا الحصان إلى الداخل واحتفلوا ورقصوا وقالوا فزنا وانتهت الحرب وكذا. هذا الحصان أو التروجن هورس كان داخله مجموعة كبيرة من الجنود. في الليل بعد ما الناس نامت خرجوا وفتحوا أسوار، فتحوا الأبواب ودخل الجيش بالكامل. وعليكم السلام إبراهيم، يا مرحبا. دخل الجيش الثقيل كله إلى المدينة ودمرها. فكل التحصين هذا لما أدخله تروجن هورس أدمر. في عالم الكمبيوتر نفس الفكرة، يجيك برنامج على شكل مثلا جيم، أنت تحمله تشغله تشتغل لعبة، بينما هو فعليا في الداخل بيسمح لمهاجم بالتحكم بجهازك عن بعد. فتروجن هورس a program that replaces an existing system file. هذا التعريف غريب اللي أنا شايفه هنا، يمكن هو أحد أساليب التروجن هورسز، لكن التروجن المعروف دائما هو برنامج يعطيك خصائص معينة، بينما هو فعليا بيسوي خصائص أخرى، بيعمل أمور مختلفة. وأعطونا هنا نوعين من أنواع التروجنز، راتس أو remote access trojans. هذه التروجنز إذا نزلت في جهازك اللي راح يحصل إنه يبدأ يتحكم عن بعد، remotely control the victim's PC، أو downloaders فهو يعطيك طعم تروجن بسيط جدا، زي ما قلت لك يكون في game أو software أو أي برنامج أنت ممكن تحمله. بعد ما تشغل هذا التروجن يقوم بداونلود ل larger trojan هورس after downloader is installed. الداونلودر يتركب في الجهاز ويبدأ يسحب أو يعمل داونلود لتروجن أكبر منه بدون ما أنت تكون واعي للي قاعد بيحصل. فهذه فكرة التروجن هورسز. في عندنا كمان سباي ويرز، وهذه عبارة عن برامج هدفها تتجسس، من الاسم واضح، programs that gather information about you and make it available to the adversary. تجمع معلومات عنك من جهازك، مواقع اللي تدخلها، الصور الموجودة عندك، أي تفاصيل، cookies، keystroke loggers، password stealing spywares. هذه أنواع من أنواع spywares. keystroke هذا خطير جدا، أي مفتاح تضغطه على الكيبورد يتسجل، فشوية حيلاقيك داخل على gmail.com، بعدها كتبت اسم اليوزر، بعدها كتبت الباسورد، كله بيتسجل في الكي لوجر. كل عملية كيستروك يعني كل عملية ضغط على الكيبورد تتسجل. فلما ترسل هذه البيانات إلى الشخص اللي بيتجسس عليك، راح يلاقي نفسه في فترة وجيزة صار عنده كل كلمات السر وعنده كل الأدوات تبعك.
حتى تلاقوا انه بعض برامج الحماية تحاول انه تعمل لصق مباشرة، هي البرنامج مثلا One Password او Last Pass او Key Pass او اي برنامج لحفظ كلمات السر، يحاول انه هو يكتبها مباشرة بدون كتابتها على الكيبورد. بعض البرامج زي برامج الانتي فايروس تطلع لك فيرتشوال كيبورد على الشاشة تكتب فيها الباسورد، لا يقول لك لا تكتب الباسورد بالكيبورد حق الجهاز، استخدم الكيبورد الفيرتشوال اللي انا اظهر لك اياها فجأة على الشاشة وقت ما تبي تكتب الباسورد. السبب انه يكونوا هم يقولوا انه صعب او شبه مستحيل انه يتم تسجيل الازرار او المفاتيح اللي تنضغط عن طريق الكيبورد الفيرتشوال كيبورد. اوكي، باسورد ستيلينج، سباي وير، داتا مايننج، تنقيب عن البيانات وجمع معلومات لاستخدامها في التسويق مثلا او كذا، كلها في الاخير هي عباره عن تجسس على الناس. روت كيتس، هذا النوع من المالوير وظيفته او فكرته انه يحاول انه يوصل للسوبر يوزر اكاونت، سواء كان روت على اللينكس او ادمنستريتور على الويندوز. مشكلة هذا النوع من انواع المالويرز انه يستطيع ان يخفي نفسه. ليش؟ لانه هو ماشي اصلا باعلى صلاحية موجودة في الجهاز، وصعب جدا الديتكشن حقته، صعب جدا اكتشافه، extremely difficult to detect. لذلك يعني حتى يقول لك انه ordinary antivirus programs find few rootkits، يعني البرامج الانتي فيروس المعتادة ما تقدر تجيب كل الانواع، تكتشف بعضها لكن مش الكل. فهذه خطورة الروت كيت، انه يشتغل بالروت او الادمنستريتور اكاونت ويستطيع اخفاء نفسه بفعالية. موبايل كود، قلنا نون موبايل هنا تفرق عن الموبايل كود، executable code on a web page. Code is executed automatically. يختلف طبعا عن non-mobile when the web page is downloaded. عادة يكون JavaScript أو ActiveX controls أو ما يشابهها. Can do damage if computer has vulnerability. مشكلة الموبايل كود هذا أنه مو دائما شغال. هو لما يعرف مثلا أنه في ثغرة معينة في فلاش بلاير مثلا، فيحاول يعمل صفحة معينة فيها هذا الموبايل كود، أي واحد يزور هذه الصفحة طالما الثغرة هذه مصاب فيها جهازه تتنفذ الأكواد، وبالتالي يشتغل على جهازه هذا الموبايل كود. فتلاقيه يوزع رابط مباراة الهلال والشباب الحق مباراة النصر وزي كذا، الرابط ينتشر، يحاول الشباب يتابعوا الرابط هذا ويشتغل عن طريق زيارتهم للصفحة هذا الكود، فيصادف انه في بعضهم مو مقفل الثغرات ويشتغل عندهم هذا الموبايل كود. اوكي، سوشيال انجينيرينج ان مالوير. ما معنى سوشيال انجينيرينج؟ سوشيال انجينيرينج از attempting to trick users. trick users يعني انت تحتال على هذا المستخدم، into doing something that goes against security policies. يحاول يحتال على هذا الشخص ويخليه يسوي شيء مؤذي للسكيورتي. والطرق كثيرة، سبام يعني إيميلات بتجيك بدون unsolicited email، السبام تعريفه يعني إيميل يجيك بدون دعوة منك، بدون ما تطلب إنه يوصلك هذه الرسائل، تلاقي شركة ما قاعد ترجك رسائل هاي يسموه سبامينج. فيشينج، محاولات الاصطياد، تلاقي رسائل تجيك ان تطلب منك تعمل شيء معين، تطلب منك تحول مبالغ معينة ما الى ذلك، هذا يسموه فيشينج. سبير فيشينج، ايش يختلف السبير فيشينج عن فيشينج؟ فيشينج لما تكون الرسالة لعدد يعني ضخم جدا من الناس بشكل غير مقصود، ترسل للكل واللي يلقط يلقط. لكن سبير فيشينج انت تكون مثلا تستهدف شخص معين او تستهدف شركة معينة، فتبدأ تشوف مين هم، يعني هذا يسمونه فيشينج محدد، سبير فيشينج.
تستهدف جهة محددة، تبحث مثلا عن إيميلاتهم، تعرف أشخاص معينين فيهم، فتبدأ تراسلهم، وأنت تتمنى أن واحد فيهم مثلا يعمل داونلود للأتاشمنت، يعمل كذا، تحاول أنك تصطاد جهة محددة. فهذا يسموه spear fishing. هوكسز، الهوكسز درسناها أكثر من مرة، يعني يجي يقول لك أنه يا فولس ألارم، باختصار فولس ألارم، يجيك رسالة مثلا أنه جهازك مصاب بفيروس، تحصل كثير إعلانات أو تحذير لشركة معينة بأنها مصابة بفيروسات معينة، فتبدأ هذه الشركة أو هذا الشخص يأخذ أنتي فيروس ويعمل سكان ويبحث ويحاول، فتضيع منك وقت، بينما فعليا أنت غير مصاب أصلا، ما عندك شيء. هوكس، كذبة. فولس ألارم، فولس ألارم هذه يستخدموها لما واحد يجي يقول لك مثلا حريق، حريق، أجرس الإنذار ترن، فيجوا الناس يخرجوا جري وكذا، بينما في فولس ألارم ما في شيء، يطلع ما في حريق ولا حاجة، يرجعوا، فبس تسبب بانك، تسبب رعب، تسبب ضياع وقت، بينما هي فعليا غير حقيقية وغير موجودة. فهذه سموها هوكسز. كذا خلصنا الـ 1.3، نبدأ نخش على 1.4، Hackers and Attacks. عندنا نوعين من أنواع الهاكرز اللي تكلم عنهم، لكن قبل ما نتكلم عنهم، في عندنا traditional hackers. إيش هم الترديشنال هاكرز القديمين أصلاً؟ الناس اللي في البداية بدأوا فكرة التهكير والمشاكل هذه. يقول لك إنه الترديشنال هاكرز القدماء هذول motivated by thrill, validation of skills, sense of power, increase of reputation among other hackers. هذه دوافعهم. ليش كانوا هذول الهاكرز حق زمان يعملوا التهكير؟ إما يعني ثريل، الإثارة، هو يبغى يكون حماس كده ويخترق ويسوي، يعني عارف، هذا الدافع. validation of skills، أبغى أثبت أنه أنا فعلا قادر على تجاوز الأسوار، على اختراق الشركات، عشان يحس بنفسه كده، sense of power، الإحساس بالقوة. increase of reputation، سمعته بين الهاكرز أصحابه وخيانه، أنه والله فلان ما قصر وعمل وسوى، يعني تعرف، هذه الموتيفيشنز اللي عندهم. لذلك ما يكون هدفهم التدمير بقدر ما هو هدف إثبات الذات. عشان كذا يقول لك أنه often do damage as a byproduct، يعني ثانوي، الدمار أو الضرر الناتج من عمليات الاختراق التراديشنال يكون ضرر byproduct ثانوي، ما يكون ضرر أساسي. هذا مو داخل أصلاً يأذيك، هو داخل يثبت نفسه، يثبت ذاته. وكذلك نقدر نقول عنها بيتي كرايم، إنه الجرائم تكون صغيرة، ما تكون الجريمة كبيرة جداً، لأنه هو قاعد يعني بيتسلى، بيخوض مغامرة. Anatomy of hack، عملية الهاك تنقسم بحسب هذا السلايدز إلى قسمين: reconnaissance، probes، والقسم الثاني the exploit. reconnaissance probe، عملية الاستطلاع. reconnaissance معناها استطلاع، الفرقة الاستطلاعية في الجيش، الفرقة اللي يرسلوها في البداية تروح تشوف لهم الدرب ويتحرك الجيش وراها، هذه يسموها فرقة استطلاعية، تقوم بعملية reconnaissance. لكن عندنا في الاختراق وفي الهاكينج، ريكونيسنس هنا تنقسم إلى قسمين: إما يكون IP address scan أو بورت، بعدها الخطوة الثانية بورت سكان. ليش أنا أعمل IP address scan؟ أبغى أعرف مين هم الكمبيوترات أو possible victims اللي عندي، أشيك على النتورك، على رينج معين في الشبكة، فالأجهزة اللي ترد علي أعرف أنه أجهزة شغالة، فهذا كل جهاز شغال هو possible victim، ممكن أنا أدخل أخترقه، فأعمل سكان على الاي بي والأجهزة اللي ترد أسجلها وأعرف أنه هذول أجهزة
live وavailable online. الخطوة اللي بعدها أبدأ أعمل port scan. البورت سكانينج هنا أحاول أنه أنا أشوف السيرفيسز اللي شغالة على كل جهاز. أوكي. فلما يكون عندي بورت سكان I try to learn which services are open on each potential victim host. يحاول باستمرار أنه يوصل إلى هذا. لما يعرف السيرفيس إيش الفكرة؟ لما أعرف السيرفيسز اللي موجودة كل سيرفيس لها طرق لاختراقها، فأبدأ أشوف هذا مثلاً FTP، طب الفيرجن كم؟ أبدأ أطلع الفيرجن، أشوف هذا الفيرجن هل في ثغرات معروفة، هل في شيء زي كذا، ويبدأ ينتقل الهاكر إلى المرحلة التالية. أوكي. هذه المرحلة وهذا الرسمة، هذه الرسمة تحاول أن تعمل اختصار لفكرة الـ IP address scanning. هذا المهاجم قاعد يحاول يعمل سكان على IP معين، مثلا 128 كذا كذا. هذا الجهاز راح يرد عليه، أرسل له مثلا بينج، فالجهاز رد عليه بنتيجة البينج أنه أنا موجود. عرف أنه هذا الجهاز موجود، انتقل إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة صار يبغى بورت سكانينج، كل سيرفيس شغال على بورت معين. هذا الجهاز رد عليه، استطاع أن يستنتج أنه هذا ويب سيرفر. كيف عرف؟ كيف عرف أنه هنا ويب سيرفر ويحتوي على ويب سايت مثلا؟ ممكن أحد يتوقع معي مثلا؟ معايا شباب؟ معك. شان سؤالك انه السؤال انه هو عمل سكان، اوكي، عرف رقم شغال، عمل بورت سكان، عرف انه هذا السيرفر عبارة عن ويب سيرفر. كيف عرف؟ هو قلنا في اي بي وفي بورت سكانينج، تمام. فلما شيك اتوقع البورتس، طبعا اول شيء بداية الاي بي، صح ولا لا؟ صح، عشان يعرف يسوي البورت. سوى بورت بالضبط. فالبورت من هنا يقدر يبين، بس السبب والله ما أدري صراحة، لأن البورت يعني يقول كل سيرفيس لها بورتات معينة، رقم يعني تقصد رقم، نعم. فلما يلاقي مثلا بورت 80 HTTP، معناته في ويب سيرفر موجود. صح، في ويب سيرفر موجود قاعد listening to port 80. FTP مثلا 21، عارف انه FTP موجود زي كذا. فهو يشوف نتائج السكانينج ويبدأ ينتقل الى الخطوة الاخيرة، المرحلة الاخيرة هذه. هنا الان عرف الخدمة الموجودة ويبدأ يبغى ينفذ the exploit. ايش معنى the exploit؟ the specific attack method that the attacker uses to break into the computer. عملية الاختراق الآن تتم بواسطة الإكسبلويتينج. يسمي إنه the act of implementing the exploit is called exploiting، اللي هي to break into the computer، إنه يدخل إلى جهاز الكمبيوتر. هذه فكرة أو الأناتومي، التشريح لعملية الهاكينج. reconnaissance على الاي بي وعلى البورت، بعدها يبدا يعمل اكسبلويتينج، يعمل اختراق to break into the computer. اوكي، هذا سلايد بس تكلم كذا عن الاي بي سورس اي بي ادرس سبوفينج، طريقه معروفه جدا. شخص بيهاجم، لكن لما بيهجم عليك بيعدل في عنوانه. يعني مثلا هذا الجهاز الاي بي تبعه 10.6.4.3، بينما لما عمل الهجوم غير الاي بي ادرس، هذا الاي بي الداخلي عفوا، هنا 128، هذا اي صح
مظبوط مظبوط. أوكي يعني هو بيهجم على هذا الجهاز اللي هو 13 وبغي يخفي الاي بي تبعه اللي هو 43 هذا. فايش سوى؟ عدل الباكت اللي رايح وخلى السورس اي بي 128 كذا كذا 47 رقم اخر. يعني ارسل الباكت وعدل داخل هذا الباكت لانه الباكت دائما يكون فيه ديستنيشن والسورس اي بي ادرس، فهو يقدر يعدل مكان تخزين هذا الاي بي، راح عدله وحط رقم اخر. هذا الجهاز الضحيه لما يجي يشوف الرسائل جايته يفكرها جايه من هنا من هذا الجهاز، وهذا ضحيه ثاني ما يدري عن شيء، ما عمل هجوم ولا عمل شيء، فهو يروح ايش يسوي؟ يرد على هذا الجهاز، بينما المهاجم ما حد داري هو مين، بعيد مختفي، ممكن طبعا يوصل له لكن بطرق شويه معقده. هذه الافكار قادت الى chain of attack. ايش يعني chain of attack؟ chain of attack يعني الهجوم يتم عبر عده اجهزه لاخفاء هويه المهاجم. هذا الاتاكر سبق انه عمل كومبرومايز لهذا الجهاز وبعده عمل كومبرومايز لهذا الجهاز، فعنده الان جهازين تحت امره. من الجهاز الاخير الثالث يعمل الهجوم على جهاز اخر. يعني هذه اجهزه ما تعرف انها مخترقه واصلا ما نفذ فيها اي اكواد مثلا او اي حاجه مضره، قاعد هو مختفي، اجهزه بتتعامل تحت امره لكن هو مو مكشوف فيها. وصل في الأخير هنا إلى عملية الهجوم المباشر على جهاز معين ضحية. طب هذا الضحية راح يظن مين اللي هجم عليه؟ راح يظن هذا، وإذا جو حققوا شوية كمان راح يوصل لهذا. لكن أحيانا يكون صعب الرجوع باستمرار، لأنه تتكلم عن شيء دولي مثلا ما بين الدول ما بين، فما يكون دائما سهل الوصول للمهاجم الحقيقي، لأنه هو بهذه الطريقة يعمل chain of attack ويخفي هويته. The attacker attacks through a chain of victim computers. يعني ما ينفذ الهجوم مباشرة من جهازه وإنما عبر سلسلة أو chain من الضحايا. Probe and exploit packets contain the source IP address of the last computer and chain. يعني هذه عملية الهجوم اللي صارت حيلاقي فقط الاي بي حق الجهاز الأخير، هذا last computer in chain، ما حيلاقي كل السلسلة. The final attack computer receives replies and passes them back to the attacker. الأخير طبعا حيرسل للي قبله، اللي قبله حيرجع للي قبله لين ما يوصل للمهاجم. Often the victim can trace the attack back to the final attacker أو the attack computer. يقدر هو فعلا الضحية أن يوصل لهذا. But the attack can usually only be traced back a few computers more. عادة صعب إنه يرجع لعدد كبير في السلسلة ويقف قبل ما يوصل لهوية المهاجم الحقيقي. أوكي. هذا كان عن chain of attacks. هنا social engineering. ورجعنا للsocial engineering أكثر من مرة. بس هنا ذكر نماذج مختلفة. مثلاً call and ask for passwords and other confidential. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معي؟ يا أخي معك عبد الله من قسم الاي تي. أهلا يا عبد الله، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. أقول لك باقي 10 دقائق على الدوام وأنا كويس لحقتك. عندنا بس network vulnerabilities وإحنا قاعدين نسوي تشيك في الشبكة ومو عارفين بعض الأجهزة وكذا، فبالله أبغى اليوزر الباسورد تبعك عشان ما تضطر تقعد بعد الدوام. إيه لا أبشر ولا يهمك، تفضل. كذا كذا كذا. مين هذا عبد الله؟ ما ادري. قال لي في الاي تي وبعدين اشتغلوا، قال كلام ما فهمته اعطيته. تحصل هذه الامور بكثره. تمام. ايميل، ايميل اتاك، بيجي باكينج او تيل جيتينج، هذا المسمى الاخر لها. بيجي باكينج، شخص داخل من وراء الباب، يجي واحد لو سمحت وراك ويدخل معه. تحصل دائما دائما في الأماكن اللي فيها أبواب مقفولة، الشخص يدخل
المصرح له يسحب بطاقته ويجي وراه على طول يدخل واحد طالما الباب انفتح. فهذا يسموه تيل جيتينج أو يسموه بيجي باكينج، يعني زي الشنطة اللي تلبسها في الظهر هذه لاصقة فيك. شولدر سيرفينج، أنت تكون جالس على الجهاز بتكتب ويجي واحد من وراك يشوف اللي أنت بتكتبه، هذا يسموه شولدر سيرفينج، واحد يطالع من فوق الكتف يعني من فوق كتفك. بريتكستينج، the attacker calls claiming to be a certain customer in order to get private information about that customer. يتصل واحد على اتصالات يقول له انا احمد عبد الله، مين احمد عبد الله؟ رقم هويتك كذا كذا، عارف الرقم، طيب بس لو سمحت ابغى اعرف كذا ابغى اعرف كذا. يبدا الموظف بطريقه معينه فيها سوشيال انجينيرينج يعطيه بعض المعلومات عن احمد عبد الله الحقيقي. ليش تنجح هذه الهجمات أو هذا النوع من الهجمات ليش ينجح عادة؟ لأنه يركز على human weakness، على ضعف البشر، على طريقة تفكير البشر، على اختصار العقل البشري لبعض الأمور والتعامل بنوع من الثقة. فالتركيز على هذا الشيء يتسبب في نجاح، لأنه أنت ما تكون جاهز. هو هذا الهاكر أو المخترق اللي بيستخدم السوشيال انجينيرينج تريكس دارسها وجربها وحسنها وعدلها، فيجيك بخدعة جاهزة زي الساحر اللي يوريك كيف أوراق الكوتشينة تطلع وكذا يضحك على العين، جربها مئات المرات قبلها ويعرف إنه العين البشرية ما راح تلاحظ الحيلة. فهذا كذلك السوشيال انجينيرينج يجي يعرف إنه العقل العادي الطبيعي اللي ما هو واعي لبعض الحيل ما راح يكتشف الخدعة وتنطلي عليه، وإذا مثلا جربها في 100 شخص إذا نجحت في 10 كويس. أوكي، denial of service، حجب الخدمة، make a server or entire network unavailable to legitimate users. تحاول تدخل على البنك يقول لك الويب سايت داون، تحاول تدخل على موقع الجامعة مثلا الويب سايت داون. كل هذه قد تكون ناتجة عن denial of service attack. عادة لما نقول دوز أتاك يكون هذا الهجوم جاي من جهة واحدة أو عدد مرة قليل أو محدود من أجهزة الكمبيوتر اللي تحاول تعمل فلودينج، تحاول تعمل إغراق لهذا السيرفر بإرسال باكتس كثيرة جدا. لما نقول distributed denial of service attack هنا بنستخدم فكرة أبعد من هذا. الفكرة في هذه الحالة أن يكون عندك أجهزة كمبيوتر كثيرة جدا تحت سيطرتك كمهاجم، وتبدأ هذه الأجهزة تعمل الهجوم بعد ما تأمرها كمهاجم رئيسي، أنت اللي ماسك الكنترول ترسل لها الكوماند فهي كلها تبدأ تهاجم. فهذا معنى distributed أنها موزعة، يسموها بوتس أو زومبيز. هذه البوتس تبدأ تنفذ أوامرك بالهجوم على جهة معينة، وبالتالي هذه الجهة يحصل لها الإغراق أو الفلود وتتعطل، تصير ترد عليك ولا ترد على الناس الطبيعيين اللي هم يستحقون الخدمة، فما تقدر ترد جميع الردود لأنه عملية الهجوم أكبر من القدرة تبع هذا السيرفر ويتعطل كنتيجة لهذا الشيء. هذا مثال لعملية الديدوز أو الديستريبيوتد. هذا المهاجم يتحكم ببوتس كثيرة، حط لنا ثلاثة مثال في الرسم، وهذه البوتس تبدأ ترسل الأتاك باكيتس، فهو مختفي في الظهر المهاجم ما يطلع للعلن، ويستغل أجهزة كمبيوتر أخرى، جوالات، أي أجهزة تحت سيطرته بضربة زر كلها تهاجم ضحية واحدة. skill levels of attackers، هذول الهاكرز ايش مستوى الخبرة الخاص فيهم؟ عندنا expert attackers وعندنا script kiddies، هذول الاثنين القسمين المكتوبين هنا. هذول الاكسبرتس
اكسبرت اتاكرز هم اللي يعملوا هاكر سكريبتس وهم اللي يكتبوا الكود الخاص بالفيروسز. خبراء عندهم القدرات تكون عالية شوية، بينما السكريبت كيديز يستخدموا هذه السكريبتس اللي انكتبت وينفذوها، وعندهم مهارات تقنية دائما منخفضة، ما عندهم تفاصيل، هم فقط يأخذوا أشياء على الجاهز ويستخدموها. مشكلتهم أو خطورتهم بسبب إيش؟ بسبب عددهم الكبير. They are dangerous because of their large number. عددهم هذا الكبير هو اللي يسبب الارتباك. The criminal era. العصر الإجرامي أو عصر الإجرام. Today most attackers. لاحظة كنا نتكلم عن traditional. Traditional وقلنا أنهم يعني أهدافهم في الغالب السمعة، أهدافهم الإثارة، أهدافهم إثبات الذات، زي كذا. هنا صاروا كارير كريمينالز، صاروا مجرمين موظفين في هذا العصر، ويستخدمون التراديشنال استراتيجيز في مجال الاي تي زي عمليات الاحتيال والنصب الفرود عشان يكسبوا فلوس. في هذا العصر اختلفت هذه الأمور. أولا صار ماني سايبر كرايم جانجز، عصابات الإجرام السايبيري أو على الإنترنت are international. ليش يكونوا دوليين؟ يعني واحد في روسيا يهجم على واحد في أمريكا. السبب أنه makes prosecution difficult، يصير صعب محاكمته. واحد في إيران يهجم على مدري فين بهذا الطريقة. هذه العصابات صارت تعتمد على الهجوم الدولي لأنه صعب يمسك، صعب يحاكم، صعب يحاسب. سايبر كريمينالز يوز بلاك ماركت فورمز عشان الكريدت كارد نمبرز والايدنتيتي انفورميشن فولنرابيليتيز واكسبلويت سوفت وير، كل هذه المعلومات اللي تكون موجوده في البلاك ماركت يحاولوا يستغلوها ويستخدموها. عمليات الفرود مثلا او الاحتيال. The attacker deceives the victim into doing something against the victim's financial self-interest. يحاول هذا المهاجم يحتال على الضحية، يحاول يقنعه يعمل شيء. مثلا اتصالات اللي تجينا هذه المعتادة أنه أنت ربحت معنا مثلا 100,000، ألف مبروك، أوكي الله يبارك فيك، وبعدين حول لي بس 400 ريال عشان نحن نسجل هذه رسوم التشغيل ورسوم المن عارف إيش، بعدها نرسل لك طريقة استلامك للمئة ألف. طيب خذ الأربعمية من المئة ألف. لا ما أقدر، لازم أنت تحول أول بعدين أنا أخلص لك أمورك وأجيب لك فلوسك. بعد ما تحول له طبعا الأربعمية ما يدري عنك ولا تدري عنه ولا يجيك ولا. فهي محاولة للاحتيال وتخليك أنت تحاول تسوي شيء، تحول فلوس معينة أو ترتكب أمر يتسبب لك بخسارة مالية. Criminals are learning to conduct traditional fraud and new frauds over the network. Also new types of fraud such as click fraud. مثلا هذا نوع من أنواع الفرود. إيش معنى click fraud؟ A criminal website owner creates a program to click on the link repeatedly. Each of these bogus clicks takes money from the advertiser without generating potential customers. شخص معلن يبغى يدفع بير كليك، يعني كل شخص طبيعي يضغط على الإعلان أبغى أدفع لك عليه. فهذا الشخص عشان يكسب إيش يسوي؟ يسوي برنامج، هذا البرنامج يعمل كليك وهمي متكرر على الإعلان، وبالتالي صاحب الإعلان راح يقعد يدفع فلوس، سواء يدفع له هو المهاجم أو يدفع للمعلن نفسه فيخسر. يعني صاحب الإعلان يدفع فلوس وهمية وخسران وما في مردود، فحيبطل يعمل هذا النوع من الإعلان مرة أخرى. فهذا معنى الكليك فرود. أوكي. Financial and intellectual property theft. Steal money or intellectual property that can be sold to other criminals or to competitors. ممكن يسرق أشياء لا عليها حقوق ملكية، أفلام مثلا،
فيلم سينمائي في هوليوود مصروف عليه ملايين، تلاقي بعدها نزل فري كذا على تورنت. طبعا هو هذا الهدف انه يدمر الصناعة كلها اصلا يعني. ومن هذه الحيل، طب هو لما يجي يبيعوا الفيلم هذا، انت بتشتريه مثلا بمبلغ كبير، تعال خذ من عندي بمبلغ اقل، او يبيعوا لجهة اخرى اجرامية، او يسربوا عشان يضر الشركة، او يعطيه منافس. في حال كان سوفتوير مثلا سرق السورس كود ويجي يعطيه جهة منافسة، فصار السورس كله مفتوح قدامه. extortion او الابتزاز زي ما مرت معنا في البداية، threaten a dose attack or threaten to release stolen information unless the victim pays the attacker. يعني يهددك مثلا بإغلاق الخدمة، بأنه يغلق السيرفر تبعك، أو ادفع لي. نفس هذه الحيل الرانسوموير مثلا، أشفر جهازك ادفع عشان تأخذ، فيها نوع من الإكستورشن أو الابتزاز. stealing sensitive data about customers and employees زي الكريدت كارد، البنك أكاونت، الستوك أكاونت وما إلى ذلك. هذا نوع من أنواع التهديدات الموجودة حاليا. ممكن كمان نلاحظ النقطة الأخيرة، إذا سرق الـ Identity Theft ممكن تكون المعلومات كافية لأنه يشتري سيارة باسمك مثلا، أو يعمل Large Transaction، يحول مبلغ مالي كبير لأنه سرق هوية الشخص، فيبدأ يحاول ينفذ بعض or even a house يعني اشتري بيت باسمك وانت يا غافل لك الله. اوكي، corporate identity theft، هنا صار سرقة الهوية ما هي فقط لموظف معين او لشخص، انتقلت لمرحلة انه يسرق هوية شركة. طب ايش يستفيد من هذا الشيء؟ accept credit cards on behalf of the corporation، pretend to be the corporate in large transactions. شخص بيحول مبلغ مالي كبير للشركة هذه، فهو يحاول يسحب هذا الشخص انه يحول له هو، لانه سرق هوية هذه الشركة. اوكي، competitor threats، هنا بنتكلم عن التهديدات الناتجة من مين؟ من الشركات المنافسة. commercial espionage، التجسس التجاري. التجسس التجاري دائما يكون هدفه الكونفيدنشياليتي، يحاول يبحث عن الأشياء التي تعتبر أنها سرية بحسب هذه المنشأة. public information gathering مثلا، يدخل على الويب سايت حق الشركة، يشوف أي معلومات وأي documents موجودة، facebook pages of employees، أنا أزيد من عندي، حتى يسأل العملاء، يسأل يقرأ في الانترنت الريفيوز، الكاستمر ريفيوز اللي على هذا المنتج، يجمع أي معلومات قد تكون مفيدة تكشف له أسرار لهذه الشركة. trade secrets espionage mainly may only be legitimated if a company has provided reasonable protection for those secrets. ممكن إنها توصل إنه شركة تدافع عن نفسها وترفع دعوة إذا كانت فعلا حمت نفسها بشكل واضح وموضحة للموظف إيش الأشياء السرية اللي هو راح الموظف وكشفها. reasonableness reflects the sensitivity of the secret and industry. مدري إيش. أوكي، طبعا هنا بحسب القضاء، إذا كان فعلا هذا الشخص استطاع إنه يسرب أسرار تجارية فعلا، مثلا سارق فعلا السورس، استخدمه نفسه وعمل أشياء زي كذا، في هذه الحالات تعتبر تسريب لأسرار تجارية. anyway trade secret theft approaches، إيش الأبروتشز لعملية تسريب الأسرار التجارية؟ theft through interception hacking، اختراق، حصل على الشركة، حصل أسرارهم، سرقها. bribe of an employee، تلاقي موظف تعطي رشوة، bribing، تدفع له رشوة يروح يسرب لك الأسرار اللي عنده. hire the ex-employee، توظيف موظف ترك هذه الشركة وبالتالي هو يعرف الأسرار بطريقة أو بأخرى وتحاول أنه تأخذها منه. هذه أساليب
التريد سيكريت ثيفت أو سرقة الأسرار التجارية. أوكي، denial of service attacks by competitors. في بعض الأحيان وإن كانت تعتبر رير أو نادرة، هذا يعني أسلوب نادر من أساليب الهجوم، يحاول competitor لك أنه يعمل هجوم لمنع الخدمة attack on availability، يحاول يضرك يسيء لسمعتك بهذه الطريقة. نادرة but can be devastating، يعني قد تكون مدمرة لو حصلت، لو استطاع هذا الشخص أنه ينفذ هذا الهجوم ويسوق هو لنفسه وقتها، يقول لا نحن أقوياء هذول ضعيفين. آخر جزئية في الدرس ما تأخذ وقت طويل، cyber war and cyber terror، الحرب السيبرية والإرهاب السيبيري. إيش الفرق ما بين المصطلحين؟ نقول أنه cyber war إذا كان الحكومات هي اللي تقوم بعملية الحرب هذه أو بعمليات الهجوم، ونسميه cyber terror إذا كانت المنظمات الإرهابية هي اللي قاعدة تقوم بعمليات الهجوم. يعتبر nightmare threats كلها cyber war وcyber terror، هذه كوابيس على مسؤولين أمن المعلومات في كل الجهات. Potential for far greater attacks than those caused by criminal attackers. احتمالية الأذى واحتمالية النجاح واحتمالية الضرر وكذا كلها تكون عالية جدا في حالات السايبر وار والسايبر تيرور. نبغى نتكلم عن بعض التفاصيل. سايبر وار عادة هي computer based attacks by national governments، هذا تعريفها. الحكومات هي اللي بتنفذ أو يعني بتقوم برعاية هذه الهجمات، قد تكون كذلك تجسسية espionage، ممكن ما يدمر يجمع معلومات. cyber only attacks to damage financial and communication infrastructure. إيش الفائدة لما يعمل cyber only؟ الهجمة اللي تكون cyber only أنت بتهجم على مثلاً خطوط طيران أو على بنوك أو كذا، أو على حتى جهات حكومية في دولة معادية. إذا فشلت هذه الهجمة فأنت ما يعني ما حد يقدر يسويك شيء فعلياً، زي كوريا وأمريكا مثلاً يتضارب وزي كذا ما حد يسويك شيء، فأنت الامبارسمنت أو الخجل أو الإحراج اللي راح تتعرض له مختلف عن مثلاً لو تم القبض على جاسوس تابع لهذه الدولة. إذا تمسك جاسوس أو فشيلة الدولة الفلانية انكشف كذا، تبدأ في تبعات مختلفة عن المجال السايبيري. يعني هنا انكشفت أو انصد الهجوم، أوكي انصد نحاول مرة أخرى. فلذلك هذا النوع من الهجمات يكون الخسائر اللي فيه أقل بكثير من الهجمات الأخرى. فممكن تستخدم إما للإسبيوناج للتجسس أو للسايبر أونلي أتاكس أو to augment conventional physical attacks. to augment يعني لزيادة الهجوم الفيزيائي التقليدي، الجيش داخل يحارب على مثلا على الحدود، وبعدين كذلك في هجمات سايبر وار، دمرنا البنك الفلاني الويب سايت حقهم، عطلنا الخدمة الفلانية، فتساعد على توسعة نطاق الهجوم الفيزيائي. Attack IT infrastructure along with physical attacks. يعني in parallel، أنت داخل فيزيائيا بالجنود وكذلك شغال على cyber war. Paralyze enemy، تصيب الخصم بالشلل في الكوماند and control حقنا. مثلا أحيانا ممكن توصل أنت للكوماند and control، الجهة اللي تصدر تعليمات للجيش الخصم، فإذا قدرت توصل لها ودمرتها وأصبتها بالشلل الجيش كيف يتحرك الآن؟ فأنت كده ساعدت جيشك اللي على الأرض في عملية الحرب. Engage in propaganda attacks. بعض الأحيان يكون الهدف بروباغندا، الهدف إعلامي، تحسس جيشك وتحسس شعبك وتحسس الدول الأخرى بأنك أنت منتصر، لأنه مو بس على الأرض، كذلك في السايبر وار حقك قاعد كل شوية تسقط شيء معين من الخصم.
وما إلى ذلك. سايبر تيرر، الإرهاب السيبيري، هذه الهجمات تكون يعني يتم عملها بواسطة المنظمات الإرهابية، قد تهاجم الـ IT resources directly، وتستخدم كذلك لعملية recruitment، عملية التجنيد، يحاولوا أنهم يعملوا recruitment and coordination، والتوجيه للأفراد التابعين لهذه المنظمة. كذلك يتم استخدام الإنترنت أيضا للـ augmenting، يعني لتوسعة الهجوم الفيزيائي. إذا هم الإرهابيين عندهم عملية إرهابية، فيحاولوا كذلك عبر الإنترنت يمارسوا بعض الهجمات لتوسعة هذا الهجوم. كذلك يستخدموا الإنترنت والجرائم الإلكترونية to fund their attacks. من فين يجيبوا طيب فلوس؟ أحد أساليب الإرهابيين للحصول على المال هي عمل computer crimes، ابتزاز، تهديدات، ما إلى ذلك، تحول لهم فلوس يأخذوها ويمولوا فيها عملياتهم الإرهابية. وبكذا نكون انتهينا من الشابتر الأول اللي هو مادة الأسبوعين الأول والثاني من هذا هذه المادة. يعني كذا احنا خلصنا أسبوعين.